وسط أجواء التصعيد في شمال إسرائيل وجنوب لبنان، يعلن كل من بني جانتس وجادي إيزنكوت استقالتيهما من حكومة مجلس الحرب الإسرائيلية. ما هي تداعيات هذه الاستقالات على الصعيد على التصعيد في شمال إسرائيل؟ ينضم إلينا من بيروت الدكتورة إيمان شويخ، الكاتبة والباحثة السياسية. دكتورة إيمان، هل ترين انعكاسا لهذه الاستقالات الأخيرة، انعكاسات متوقعة على صعيد الجبهة اللبنانية في القريب العاجل؟ تحية لك ولجميع مشاهدي قناة النيل الأخبارية. طبعا من المبكر الحديث عن تفاؤل بعد هذه الاستقالة التي كانت مقررة في 8 حزيران، ولكنها أجلت بسبب عملية تحرير الرهائن الأربعة في مخيم النصيرات بالأمس. ولكن كان متوقعا أن يعمد زعيم المعارضة بيني جانتس، وهو الرجل طبعا القريب والمحبب من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، يمكن القول أنه رجل أمريكا اليوم في إسرائيل، والذي زارها منذ حوالي 2 شهر، وهو ما أثار استياء رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال أن هنالك حكومة واحدة. يعني حين كان الخلاف محتدم بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، كان جانتس في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنا يعني كمراقبين نعتقد بأن الحكومة المقبلة الإسرائيلية إذا ما حصل انتخابات مبكرة سيترأسها بيني جانتس، وهو طبعا المعروف بإسرائيل بأنه رجل وسطي. بطبيعة الحال إسرائيل هي إسرائيل، لا تتغير، والدعم الأمريكي للدولة العميقة أو الدولة العميقة الأمريكية ودعمها لإسرائيل لا يتغير على مدى 7 عقود. يعني لا يمكن أن نعلق أمال واسعة ونقول أن الحرب ستنتهي وأن سياسة إسرائيل ستتغير تجاه الفلسطينيين أو تجاه لبنان مثلا، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ موقفا مغايرا. هذه الأمور ليست موجودة، إنما التفاصيل، يعني بعض هذه التفاصيل هي قد تؤثر نوعا ما، خاصة لما قاله بيني جانتس أن يعني الخلاف الحقيقي بطبيعة الحال كان حول استراتيجية الحرب. يعني بيني جانتس كان مستاء جدا من طريقة إدارة الحرب من قبل بنيامين نتنياهو. طيب ماذا طبعا أن هذا الأمر لن يحقق النصر ولن يعيد المختطفين، والأكثر من ذلك هو قال أنه مستعد القبول بأي صفقة قد تعيد الرهائن. لذلك نرى أن هنالك نوع من الاعتدال في المواقف، هذا يعجب الولايات المتحدة الأمريكية. طيب ماذا يحدث؟ ما المتوقع حدوثه في بعد غياب جانتس، بيني جانتس، وهو كما ذكرتي رجل أمريكا الأول في مجلس الحرب، الصوت ربما المعتدل نوعا ما الذي يفضل أن يتم إبرام الصفقة؟ الآن مجلس الحرب أصبح كله من اليمين المتطرف، وهناك طلب تقدم به بن غفير كي يحل محل جانتس في مجلس الحرب، حتى يصبح يعني يكمل المنظومة المتطرفة لهذا المجلس. يعني نحن بصدد تصعيد وليس إنهاء لهذه الحرب، بالعكس. طبعا هذا الأمر كان يخشاه نتنياهو، وهو كان يعني يمهد لذلك بالدعوة طبعا لبن غفير من أجل يعني الانضمام إلى الحكومة. هذا الأمر لا يمكن التعويل عليه إيجابا بالمطلق، ولكن أيضا لا يمكن القول أن ليس هناك يعني جزء، إذا جاز التعبير، إيجابي هو التخبط داخل الحكومة الإسرائيلية وداخل الأحزاب الإسرائيلية، وأيضا في الداخل الإسرائيلي الذي يفقد الثقة بهذه الحكومة. طبعا لن تسقط الحكومة بمجرد استقالة جانتس أو جادي إيزنكوت، لأن هي تحصل على الأغلبية في الكنيست، وبالتالي قد يكون هذا الأمر ربما سيناريو من السيناريوهات الأخرى أن يؤدي إلى انتقام أكثر من قبل نتنياهو، الذي يعني يرى المزيد من الحجج أمامه وبالتالي يلجأ إلى التصعيد. يعني الذي حصل
بالأمس، وهو تحرير الرهائن الأربع في مخيم النصيرات، والذي أدى إلى قتل 200 يعني فلسطيني. صحيح. من أجل تحرير أربعة رهائن، اعتبره نتنياهو إنجاز هام، وقال أنه سيمضي في هذه العملية العسكرية من أجل تحقيق يعني تحرير المزيد من الرهائن. وحتى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية أعربت عن مباركتها لهذه العملية، وبالتالي لا يمكن اليوم القول أننا أمام إيجابية مطلقة وأن ما حصل سيؤثر بشكل كامل على الحرب. إنما ما أريد قوله يعني أن هذه الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو من الداخل قد تجعله نوعا ما يلين مواقفه مع الولايات المتحدة الأمريكية، خوفا من أن يكون هنالك ربما مفاجأة أخرى تنتظر هذا الرجل، وبالتالي يعني تؤدي إلى فشل كل مخططاته أو التأييد الأمريكي له. إذا ما كان هذا الأمر استقالة، لأننا طبعا كنا نقول في السابق أن حزيران هو ربما يكون شهر التحولات الإقليمية، ربما يكون الذي يسبق العطلة الصيفية، وعلى مقربة من طبعا الانتخابات الأمريكية قد يكون هدف الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الأوروبية التي اجتمعت في قمة النورماندي بالأمس، قد يكون هدف هذه القوى إنهاء هذا الملف في شهر حزيران وإعادة ترتيب كل الملف من أجل الحصول أو الوصول إلى حل شامل، وهو طبعا حل الدولتين. أيضا جانتس قبل استقالتها أو في خطاب استقالته وضع نتنياهو في موقف حرج عندما قال أنه هو من يقف في وجه الصفقة، إبرام صفقة بايدن لتبادل الأسرى. هل تتصورين أن في الأيام القادمة سيحاول نتنياهو إثبات العكس، بمعنى أنه سيكون هناك مرونة أكثر لتمرير هذه الصفقة حتى لا يكون ما قاله جانتس صحيحا بشكل أو بآخر؟ يعني قد يكون هذا خيار، وقد يكون أيضا كما قلت لك خيار آخر، خيار انتقامي، خيار تصعيدي، خيار فتح جبهة أخرى وهي جبهة لبنان التي تشهد تصعيدا غير مسبوق، يعني ليس فقط من قبل إسرائيل إنما من قبل حزب الله. وسمعنا وشهدنا تصريح المرشد الأعلى الذي قال أن هدف طوفان الأقصى كان منع التطبيع في المنطقة، وأيضا تصريح وزير خارجية الإيراني بالإدابة علي باقري كيني الذي أيضا هدد بأنه في حال شنت حرب على لبنان ستتدخل إيران. وبالتالي التصعيد أصبح اليوم ليس فقط من إسرائيل إنما من قبل إيران، التي يبدو وكأنها تريد فعلا أن تخوض هذه الحرب. ونحن نرى اليوم استعمال أسلحة جديدة لم يكن يستعملها حزب الله من قبل. هذا قد يؤشر إلى إظهار الردع ويعني ثني إسرائيل عن التفكير بأي عملية. والأمر الثاني هو الضغط الذي يمارسه اليوم حزب الله على إسرائيل من أجل أن تقبل بشروط حماس، وهي خاصة الشرط الأساسي أن حماس تريد أن تكون موجودة في إدارة قطاع غزة، وهذه النقطة الخلافية الكبيرة التي لا تريدها إسرائيل، لا يريدها نتنياهو، لا يريد أن تكون حماس موجودة في إدارة قطاع غزة، إنما أن يكون هنالك قوات أممية تتولى إدارة هذا القطاع، أو ربما السلطة الفلسطينية مع تعديلات وما إلى ذلك. لذلك نحن اليوم أمام تعقيد أكثر في المشهد، أمام ضبابية ستتجلى تداعيات ما حصل اليوم، إن كان من استقالة بيني غانتس أو تداعيات القمة الأمريكية الفرنسية وإجماع رؤساء الحكومات سواء البريطانية أو المستشار الألماني على أنه يجب أن يكون هنالك جهود دولية من أجل الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأحمر في جنوب لبنان، وبالتالي منع تصعيد إقليمي آخر. نعم، هناك زيارة متوقعة لبلينكن للمنطقة من جديد، إلى أي مدى ترين تأثير بلينكن على هذا التطور الذي حدث استقالة جانتس؟ كيف يمكن أن يؤثر محادثات بلينكن مع الأطراف كلها بالتحديد مع نتنياهو؟
أنا برأيي أن هنالك سعي حثيث من أجل الذهاب إلى حل الدولتين، وهذا الأمر يمكن قراءته من تقدم المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، مفاوضات الاستراتيجية الأمنية والدفاعية التي من خلالها طبعا سيكون هنالك ربما وصول إلى الحل الشامل وهو حل الدولتين. لذلك رأينا أن إيران بدأت تصعد كلما اقتربنا من تقدم في هذه المفاوضات السعودية الأمريكية، كلما أثار هذا الأمر غضب إيران التي لا تريد أن تكون المملكة العربية السعودية هي من يقوم بهذا الحل، إنما يعني إيران تريد أن تصعد وأن تبقي على ساحات المواجهة في المنطقة وعلى العملية العسكرية. لذلك زيارة بلينكين هي استكمال لهذه الجهود التي ستؤدي في نهاية المطاف طبعا إلى إنشاء العلاقات المملكة العربية السعودية وإسرائيل، شرط أن يكون هنالك تطبيق لحل الدولتين، وهو ما أشار إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل 7 أكتوبر، الذي كان يقول أنه سيصار إلى عقد هذا الاتفاق مع إسرائيل بشرط واحد، هو أن يكون هنالك إعطاء الفلسطينيين لحقوقهم وهو الأهم، حل الدولتين. والآن الرياض متشددة أكثر بسبب ما حصل طبعا في 7 أكتوبر وبسبب هذه الحرب الوحشية والمجازر التي تقوم بها إسرائيل. لذلك طبعا جولة بلينكين هي ليست عبثية، وليست طبعا هنالك معطى جديد اليوم، معطيات جديدة تضاف أيضا إلى التقدم في المفاوضات بين إيران وبين أمريكا حول الاتفاق النووي في مسقط، وأيضا التشديد على أن يكون هنالك نوع من خفض التصعيد. طبعا هذا الأمر كان بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هنالك تقدم في هذه المفاوضات وبحث في موضوع غزة وإدارة القطاع. نعم دكتورة إيمان شويخ الكاتبة والباحثة السياسية من بيروت، شكرا جزيلا لك.